ان شاء الله هنعمل مع بعض حواوشي الطاسة او الحواوشي السريع بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي السريع او حواوشي الطاسة. المقادير اللي معانا: ربع كيلو لحمة مفرومة، بصلاية وسط مبشورة ومعصورة من المية بتاعتها، فلفل رومي متخرط، ملح وفلفل أسود وشطة. دي المقادير اللي معايا، لو عايزين تضاعفوا الكمية هتضاعفوا المقادير. نبدأ كده ونسمي على بركة الله. بسم الله. هحط اللحمة عليها البصل والفلفل الرومي اللي متخرط. عايزين تحطوا بقدونس او شبت او كزبرة براحتكم، ملح وفلفل وشطة، هقلبهم كويس. عجنتهم كويس مع بعض زي ما انتم شايفين، كل المكونات اختلطت مع بعضيها. هجيب عيش بلدي او شامي، العيش اللي موجود عندكم هفتحه كده من الحرف، امسك الرغيف بفتحه للاخر الطريقه دي. هحشي بقى العيش بتاعي باللحمة المفرومة. بسم الله. حشيت العيش بتاعي باللحمة المفرومة. هجيب طاسة وهحط فيها معلقة سمنة وهحطها على نار وسط وهوريكم هعمل ايه. حطيت الطاسة بتاعتي على النار وحطيت فيها معلقة سمنة. معلقة السمنة تسيح، احط الرغيف اللي معايا واضغط عليه بالمعلقة. دي نار وسط مش نار عالية عشان اللحمة بتاعتي تستوى. يا حبايبي بالطريقة دي. هغطي على الرغيف عشان يستوى وبعدين هقلبه على الوش التاني، يعني 3 دقايق وبعدين اقلبه على الوش التاني. هقلب الرغيف بتاعي، انا سبته 3 دقايق بالظبط. بصوا خد لون، هغطيه برضو على الوش التاني. خلاص هطلع الرغيف بتاعي والصوص طوى، هغطيه برضو. الرغيف اللي طلعته عشان ما ينشفش هغطي وشه. خلاص الرغيف التاني خلاص هطلعه، هخلص اللي معايا وبعدين هوريهم لكم. اهو يا حبايبي الحواوشي بتاعي بعد ما خلص. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقه عمل الحواوشي السريع او حواوشي الطاسه بتاعي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناه ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.